ومش بس بيتفوقوا في مصر، لا ده لو خرجوا بره بيتفوقوا وبيظهروا جدا وبيسيبوا علامات. طيب تعالوا نشوف ندى عطية ونوران، ايه نوران ايه؟ نوران عاشور. يحيى. ايه؟ ايوه صح، يحيى. صح؟ ايوه صح. طيب الاثنين بيعملوا حاجات غريبة. فندى بتعمل سكاي دايفنج، ونوران بتعملي ايه؟ بركب عجل مسافات طويلة. وبعمل يعني دخلنا رياضة كاياك مصر. من؟ دخلنا رياضة اسمها كاياكينج. دخلناها مصر. وبنعمل بيها رحلات دلوقتي من أسوان للأقصر. طب استني بقى واحدة واحدة عشان واحدة واحدة عليا. طيب ندى انت بتعملي سكاي دايفنج؟ ايوه، اللي هو قفز حر بالعربي. قفز حر من الطياره؟ ايوه، اللي هي اللي بينزلوا يقعدوا ويشقلطوا في الجو لوحدهم. أيوة. من غير حاجه دول. اشرحي لي. هي القفز الحر بيبقى عباره عن ان احنا بنطلع مع الطياره لارتفاعات عاليه عشان يبقى عندنا وقت ننزل من غير ما نفتح الباراشوت نلعب في الجو. فاحنا العادي بيبقى 13000 قدم. بننط من الطياره وبنلعب في الهواء لحد 3000 قدم. وبنفتح الباراشوت اللي هو ده. بنفتحه الباراشوت الاساسي بيتفتح، فبيبقى عندنا وقت نتاكد ان كل حاجه تمام. لو كله تمام بيبقى بنمسك حاجه اسمها التوجلز دي، بنروح يمين وشمال بيها. وبننزل في المكان اللي احنا عايزينه، يعني ما فيهاش يعني ما بنروحش بعيد، لا بنبقى عارفين احنا نازلين فين. فاحنا بنوصل للمكان ده وبنشد الاثنين اسمهم بريكس. وبننزل واقفين عادي جدا. اذا في اي حاجه حصلت بيبقى في احتياطات، في باراشوت تاني احتياطي، وفي جهاز بيحسب اذا انت بتنزلي على ارتفاع معين ولسه ما فتحتيش هو بيفتح لوحده. الدنيا دي لما تشوفها من فوق غير خالص لما تشوفها من تحت. خد نفس، ارمي نفسك في حضن الكرة الأرضية، خلي الجاذبية تخطفك، اتدلع في هبوطك، بس اياك تنسى نفسك وتعمل فيها خفة أو جدع وتقوم واخدها بالحضن. اتعلم من ندى ازاي تغوص من قلب السماء المفتوح لسطح الأرض الطيبة. قلبي وقع أساساً، ده الواحد لو نزل من نط من فوق السرير للأرض قلبه بينزل في ركبه. 13000 قدم. هيه. طيب طبعاً أكيد أنتوا يعني عارفة كل أجوبة الأسئلة الهبلة اللي أنا هسألها. اللي هي منين عارفين ان الريح مش هيزقك يمين او شمال؟ لا كله بيبقى معروف من قبل ما الواحد بيطلع الطياره. اتجاه الهواء معروف. سرعه الهواء معروفه، سرعه الطياره وقت الطلوع معروفه. يعني بتبقي عارفه كل حاجه واخده احتياطاتك، وعارفه كمان اذا انت هتنزلي في السبوت ده هتبقي عارفه انت هتروحي كده، يعني بيبقى في ليفت هاند باترن وفي رايت هاند باترن، فانت على حسب الهواء بتبقي عامله بلان كمان النزول عشان ما تخبطيش في حد وقت النزول. وحد ما زميلك. زمايلي بقى والناس اللي معايا. وانتوا اساسا ما بتخبطوش في حد في بعض فوق ليه؟ لا أصلا؟ لا يعني بتنزلوا تقعدوا تعملوا مش عارف ايه في الجو ده، وبعدين تروحوا لبعض قالوا تمسكوا ايدين بعض وتعملوا مش عارف ايه، مش كده؟ ايوه. ازاي يعني؟ ما دي حموت انا اعرف. ما هي في بقى كنترول، هي اللعبه مهم جدا انك تستعملي كل حاجه في جسمك. لان اي حركه بتفرق مع نزول، يعني انت عندك سرعه في النزول. اي حركه بجسمك هتاثر في الاستابيليتي بتاعتك وفي حركتك. يعني لو انت عايز تروحي لحد بتفتحي رجليكي وتدخلي ايديكي هنا، فانت بتاخدي هواء في المنطقه دي والرجل بتزق لقدام. لو عملتي العكس بتوجهي لها زي الشراع، يعني كانه أيوة انت جسمك هو الشراع. يعني انت جسمك اللي بيعمل كل حاجه.